وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسانه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، يقول الشيخ الدردي رضي الله عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير: الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها الخليفة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن كنت أن تكتفي لأنها بجدة الفن تفي، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الجزاء. وصلنا عند فين؟ الغني. كنا نتكلم عن ايه؟ العلي، خلاص؟ والان العلي الواحد العالم الفرد الغني. الغني يعني قلنا ايه؟ الغنى المطلق، يعني لا يحتاج الى شيء، خلاص؟ يعني غني عن كل ما عداه. هذه تشمل ايه؟ كل شيء، فلا يوجد إلا إيه؟ خالق ومخلوق. يعني الغني عن الخلق، الغني عن العالم، الغني عن العرش، الغني عن كل ما عداه. فالغنى بالنسبة لله تعالى أي الغنى المطلق لا يفتقر إلى محل، بجميع المخلوقات مما هو إيه؟ متحيز القائد لنفسه يحتاج إلى إيه؟ إلى محل، ويحتاج إلى مخصص، ويحتاج إلى من يعين، ويحتاج إلى إيه؟ من يعني يشترك معه في إيه؟ في المسؤولية وغير ذلك. فالغنى بالنسبة له المطلق يتضمن اتصافه سبحانه وتعالى بجميع الصفات التلبية والكمالية، فهو أيضا من الأسماء الجامعة لمعاني الأسماء والصفات. عندك العلي من الأسماء الجامعة، وعندك الغني من الإيه؟ من الأسماء الجامعة. يتضمن بأن العلي يتضمن إيه؟ صفات السلوك، وبعضهم قال أيضا يتضمن صفات الإيه؟ الكمال. لكن هنا الغني أيضا تتضمن جميع الصفات السلبية والصفات الكمال. يعني على الإجمال أنه معناه أنه هو المنزه عن كل نقص، المتصف بكل كمال. هذا المراد بالغنى. أولا هنا قال الغني فلا يفتقر إلى محل، وكل ما سواه مفتقر إلى الإيه؟ إلى المحل. الملك، وكم من ملك في السماوات. يعني رد، يعني لو فهمنا اسمه تعالى الغني هنرد على ايه؟ على اهل التشتيم واهل ايه؟ الحلول. لانه الملك اما في السماء يعني لابد ان يكون هناك مكان ايه؟ يحله، وهو تعالى هو الغني. فاذا قالوا باحتياجه الى المكان فكأنهم نفوا عنه ايه؟ صفة الغنى. فهو غني عن غير محتاج، وكل ما عداه محتاج إليه. والآية الكريمة بالنسبة للناس يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء، يعني هي تقدير الكلام الفقراء أي أنتم، أن هنا التقديم يفيد القصر أنتم الفقراء، مع أن غير الناس أيضا فقراء، الملائكة أيضا محتاجون. الفقر يعني معناه الاحتياج، بدليل إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والجن محتاجون، لكن لما كان بنو آدم أشد الخلق احتياجا إذا هذا القصر مش حقيقي، قصر إيه؟ إضافي.
يعني أشد احتياجا من غيرهم. فالملك لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى زواج، ولكن نحن نحتاج، والجن لا يحتاجون مثلا إلى وسائل مواصلات ولا قطارات ولا كذا. فمن أشد احتياجا؟ البشر، الناس. ولذلك جاءت كذا: يا أيها الناس أنتم الفقراء. يا معناها لا فقراء إلا أنتم. هذا ليس على الحقيقة، قصر إيه؟ إضافة، وليس قصرا إيه؟ حقيقيا. الغني عن المحل والغني عن المخصص، عارفين التخصيص؟ ها؟ الإرادة صفة إيه؟ القدرة، العلم انكشاف، والإرادة تخصيص، والقدرة تأثير. فتخصيص يعني على الأمور المتقابلة اللي فيها ترجيح، ترجح أحد الأمرين، يعني كان إيه يجوز عليك أن توجد في زمن غير هذا الزمن، أو بهيئة غير هذه الهيئة، أو بطول غير، فجاز عليك أحد الأمرين. فبالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى تخصيص، لأنها الإرادة تتعلق به بالممكن من حيث تخصيصه ببعض ما يجوز عليه، ولا تتعلق بالواجب. فذاته تعالى هي واجبة الوجود، وكذلك صفاته، إذن غير محتاج إلى إيه؟ إلى تخصيص. لأن التخصيص ده إيه؟ لمين؟ من اللي يحتاج إليه؟ الممكن. أما الواجب لا يحتاج، لأن التخصيص ده عمل الإيه؟ الإرادة، ولا يحتاج إلى محل، ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى مخصص، ولا هو جيدا هنا لا يطلق عليه جوهر، أن الجوهر لابد من إيه؟ من حيز ومحل، وليس عرض، لأن العرض أيضا يقوم بالإيه؟ بالجوهر، والجوهر يحتاج، إذا انتفى أنه جوهر ينتفي أيضا أنه إيه؟ عرض، ولا يحتاج إلى تخصيص، ولا إلى معين، ولا إلى وزير، ولا غير ذلك. يعني لو قلت ولا 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 مش هتنتهي، لأنه الممكنات كثيرة لا نهاية لها. فأحسن حال يقول إيه؟ ولا غير ذلك، أو ولا إلى شيء، بدل ما تقول مثلا زي في الحديث كان الله إيه ولم يكن شيء غيره، بدل ما تقول ولم يكن عرش ولم يكن ماء ولم تكن جنة ولم يكن نار ولم يكن إنس، ولا مش هتخلص. ولم يكن شيء تشمل إيه؟ أي شيء عند الإطلاق. فالغنى قلنا معناه إيه بالنسبة لله؟ الغنى المطلق. وإن وصف غير الله تعالى بالغنى فهو أمر نسبي بالنسبة، أنا يعني أوصف بالغنى وأنت توصف بالفقر، يعني بالنسبة إلى أنه مالي أكثر من، وهذه أمور نسبية. يعني ليس الغني مثلا تعريفه إيه؟ من ملك النصاب ومعه مال فإن يدفع للفقير، لكن لو قارنت الغني بغني آخر هيعتبر ولا حاجة بالنسبة لواحد أمير أو واحد ملك. فهذه أمور إيه؟ نسبية، نسبة وتناسب. كما مر رجل في عهد النبوة فتصدق، ما حسب الرواية لا أذكره، دفع إيه؟ تصدق يعني بدرهم، ومر آخر فتصدق بألف. في نظر الناس أيهما إيه أكثر إيه ثوابا وأعظم أجرا؟ الذي تصدق بألف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الذي تصدق بالدرهم أفضل وأجر أعظم من الذي تصدق بالألف. هذا فيه شيء من الغرابة، ألف واحد درهم واحد يزيد عن ألف. هم لم يفهموا إيه عملية النسبة. قال هذا الذي تصدق بدرهم لم يملك أو لا يملك إلا إيه انظر درهم، يبقى معناها تصدق به بنصف ماله. انما الذي دفع الف عنده مليون، يبقى معناها ولا حاجه. شوف ربك الميزان اللي عند الله تعالى غير الميزان اللي عند الناس. احيانا بنت من نصف مالي، ففي حاجه اسمها ايه نسبه، بالنسبه الى شيء اخر. لكن بالنسبه لله تعالى فهو الغنى الايه المطلق، يعني غير ايه غير مقيد. الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. الماجد لها معاني في اللغة. قول لنا بعد اذنك. تفضل. الغنية. الغنية يعني عبروا عنه في الصفة السلبية بالكم بالنفس.
ما هو القيام بالنفس ما هو يتضمن السلبية ويتضمن الكمالية اللي هي المعاني. بدليل ايه؟ مثلا غير محتاج مثلا قال لك الى محل، وقال غير محتاج الى مخصص، وان قال الى معين. من ضمن ايضا ناس الاحتياج غير محتاج الى الولد ايضا، بدليل قوله تعالى قال اتخذ الله ولدا. الرد ايه؟ سبحانه هو الغني، هو الغني. يعني معناها ايه؟ غير محتاج. لان الناس يحتاجون الى الولد اما للاستعانة وهو لا يحتاج الى ايه؟ معين. واما يعني بعد فنائهم او بعد موت يعني يحمل المخلد الذكرى هو الباقي. ما معنى الاحتياج الى الولد؟ يعني القيام بالنفس يعبر عنه بالغنى، والغنى يعبر عنه بالقيام بالنفس. قائم بنفسه يعني غير محتاج. ايه معنى القيام بنفسه؟ هنشرحها بعدين. قائم بنفسه مقيم لغيره، والله لا اله الا هو الحي القيوم، ويتضمن كل المعاني الغني، المعاني السلبية اللي فيها نفي الاحتياج، والمعاني الكمالية اللي فيها اثبات الايه؟ الكمالات. يعني مثلا ممكن انت غير محتاج، لا يعني عاوز افهمك ايه معنى جمع بين السلبيه وبين الكماليه. انت غير محتاج وفي نفس الوقت لا تملك، فلا فعاد نفي الاحتياج عنك مش معناه اثبات الملكيه لك. نعم شفت كده؟ نعم. انما اذا ليه جمع بين السلبيه وبين الكماليه؟ نفي الاحتياج، لكن هل اثبتت له شيء؟ له ملك هذه الكمالات، له العلم، له القدره، وهكذا. اثبت ما تريد من المحامد هذا الايه؟ الجانب الايه؟ الثاني. الجانب الاول اللي هو ايه؟ السلوب. زي ما احنا بنقول سبحان الله وبعدين نقول ايه؟ الحمد لله مباشرة، وبعدين نقول ايه؟ لا اله الا الله وبعدين الله اكبر، ترتيبها كده. فسبحان الله دي نفي سلب، الحمد اثبات، لا اله الا الله جمع للنفي والاثبات، بعد كده الله أكبر يعني كأنه يقول لك أنا أكبر مما أثبتته ومما نفيته. فهذا بحسب فهمك وبحسب عقلك وبحسب محدودية الأمور التي وهبها الله لك. أن البصر له إيه؟ نهاية، والعقل له نهاية، والفكر له نهاية، والسمع له نهاية. فأنت تثبت وتنفي بحسب ما إيه؟ ما تستطيع، بحسب طاقتك البشرية. لكن الأمر أكبر من ذلك. لما تكلموا فيها الجماعة أهل الله ليس كمثل شيء، يعني بمعنى أن كل ما أنت تنفيه بحسب ما تتصور أو ما يصل إليه فهمك، لكن الحقيقة أكبر من عقول الناس ولا يحيطون به إيه؟ به علم. ده الغنى. الغني الماجد معناه لو قلنا إيه معناها من ناحية اللغة، الماجد يعني الكريم الواسع العطاء. شوف كلمة ماجد جمع ده كريم واسع العطاء. تبقى اذا هنا من وصف ايه؟ بالذات ماجد معناها لا يتصف بغيرها، مش من صفات الافعال، صفات الذات. الكريم الواسع العطاء جمع الكرم، والكرم يقتضي ايه؟ يقتضي العطاء. طيب وهنا سعة العطاء، يعني ليس عطاء فقط ولكن عطاءه واسع، ومغفرته أيضا إن ربك واسع له المغفرة، والرحمة أيضا واسعة، ورحمتي إيه؟ وسعت كل شيء. يبقى في عطائه وفي كرمه وفي منه وفي رحمته وفي مغفرته وفي فضله إيه؟ واسع. خلاص كده؟ بعدين حتى لما يبين لك عطاءه تعالى بين انه هذا العطاء يعني فوق حتى حسابات الخلق. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبة انبتت سبعة في كل سنبلة. وبعدين يعني هذا ادلك يعني تصور عالي، يعني 700 في حسنة واحدة او في انفاق شيء واحد. قال لك والله يضاعف، وكلمة يضاعف من الله تعالى ما تستطيع شيء لها حصر. والله واسع عليم، يعني ذيل الآية بهذا الايه؟ الوصف، انه تعالى واسع العطاء ورفع الدرجات والى اخره.
يبقى هنا معناه الواسع الكريم الواسع العطاء. وفي فرق بين الايه الكرم بين السخاء وبين الايه الجود. تجد مثلا ايه يقال فلان سخي ويقال فلان كريم مثلا او جواد. ايه الفرق بين لما السخي يكون ايه السخاء لا يكون الا بعد ايه بعد السؤال. يعني ان سأله انسان واعطاه فهو سخي. اما الجود معناه ايه العطاء من غير سؤال ما ينتظر الى ايه الى السؤال. اذا سئل فاعطى فهو ايه سخي سخي. اما الله تعالى يعطي بايه بسؤال وبغير ايه سؤال فهو كريم. وذلك من اسماء الايه الكريم وليس من اسماء الايه السخي. لان السخاء لا يكون الا به بسؤال. اما هو تعالى يهب لمن يشاء تفضلا ورحمة وايضا يعطي الايه السائلين وايضا يمنع بعض السائلين. اما بيعطيش الكل بيمنع الكل لا يمنع الكل او يعطي من يشاء ويمنع ايه من يشاء. ولهذا قال ابن عطاء الله رضي الله عنه لو فهم الانسان حقيقة المنع عن الله تعالى لصار المنع عين العطاء. وقال هكذا العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله احسان. ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك. يبقى إذن لأن الحكمة من الذي يعلمها؟ ربما يعطيه الإنسان يطلب ولد مثلا فيكون هذا الولد كافر أو يتسبب في دخوله النار. يبقى المنع إيه؟ هو العطاء هو عين العطاء. ربما يعطيه مال فيعني يكثر الفساد أو يطغى. فالله علم ان اصلاحه او ان تقواه في ايه في ناس كده لا يصلح لها الا الفقر ولو ايه اغناه الله لفسد حاله. وفي ناس العكس ولو فقر وقال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر. ما هو فقط مش صفة الكرم فقط في صفات اخرى الحكيم وفي صفات ايه القابض الباسط. فلا بد يكون ايه كل هذه الصفات لها ايه ما يناسبها. وقيل الماجد الشريف العظيم يعني من كان له شرف ويعظمه الناس يقال هذا ماجد. فالمجد كده ايه فيه معناه ايه الشرف مع الايه مع التعظيم. ولا يخفى ما في هذا البيت من براعة الاستهلال وافضل الصلاة وافضل بعدين البيت اللي بعده على النبي المصطفى الكريم وأفضل أي أتم الصلاة. وشرحناها في البداية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لها إيه معاني كما ورد في صحيح البخاري عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه. فسرت الصلاة بأنها ليه الرحمة المعاني الاصطلاحية غير المعاني اللغوية ان المراد بها ايه الرحمة. ولكن في قوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يدل على انهم ايه متغايران. العطف يقتضي المغايرة. فقيل الاليق والانسب بمقامه الصلاة معناها الثناء والتبجيل والتعظيم ورفعة الايه الذكر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ايه تسليما. وبعدين عندك ايه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اذا تناسب تفسير الصلاة بالرحمة يناسبها بالنسبة لغير النبي للمؤمنين. هذا وكان بالمؤمنين رحيما. اذا ممكن هذا يكون من المشترك يعني اذا اضيف الى النبي له معنى واذا اضيف الى اذا كان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معنى. وإذا كانت من المؤمنين أو من الملائكة ده المعنى ده اللفظ واحد والمعاني إيه ده معنى المشترك. يكون لفظ واحد وله عدة إيه معاني. وهذا مما قاله الإمام الشافعي بأن هذا من المشترك يعني معناه بالنسبة لله تعالى غير معناه بالنسبة لمين للملائكة أو لسائر الإيه المؤمنين.
إذا قلنا أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم معناه ثناؤه، يعني التنويه بشرفه في العالمين أو في الملأين، الملأ الأعلى والملأ الأدنى. وتضمنت سورة الأحزاب هذا الإيه المعنى، أنها نوهت بقدره صلى الله عليه وسلم وشرفه، وذكرت إيه خصائصه التي اختص بها، مثلا من إيه جواز النكاح بلفظ الإيه الهبة، وعدم دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإيه بإذن، يعني ذكرت حقوق أكيدة له صلى الله عليه وسلم على أمته، وذكرت أيضا خصائصه أنه خاتم النبيين. يعني السورة دي إيه ذكرت يعني عدة مزايا وخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترك فيها غيره، منها أيضا مما ذكر في سورة الأحزاب عدم نكاح أزواجه من بعده، ولا تنكحوا إيه أزواجه. يعني مثلا أول لما تبدأ إيه بالآيات اللي ذكرت، أول شيء ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وهنا ترتيب الآية أو أسلوب الآية أسلوب دقيق، نفى الأبوة عن الرجال. ليه؟ لأنه ماتوا هم إيه أطفال لم يبلغوا مبلغ الرجال، إذا لم ينفي الأبوة عن من لم يبلغ مبلغ الرجال، يعني الأطفال أو اللي كانوا لسه لم يبلغوا الحلم مش منفية عنهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وأثنت كده الضمير من رجالكم ولم يقل من الرجال، إيه رجالكم، فكأن المضافين إليه مش رجال الدنيا أو رجال المنافق، ده رجال الآخرة، رجال الله، يعني مش رجالكم، رجال نحن. ما كان محمد أبا أحد إيه من رجالكم، فإذا نفت الأبوة عن الرجال المسندين إلى إيه المخاطبين، ولم تنفيها عن الايه الصغار اللي هم ماتوا قبل الايه البلوغ، ولم تنفيها عن الاناث. يعني اذا الابوه ثابته لمين؟ لابراهيم وما الصغير وعبد الله والقاسم واولاد النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتوا ايه في حياته، وثابته ايضا لمين؟ ثابت أيضا لمين؟ لفاطمة رضي الله عنها. والحكمة تكلم فيها المفسرون إيه كثيرا، قالوا مثلا مات أولاده الذكور صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يعش له ولد ذكر، قالوا لحكمة، لأنه لو عاش ابن ذكر لكان نبيا، والله تعالى لما نفى الأبوة ختم الآية بإيه بعبارة، إيه علاقة نفي الأبوة بإيه بخاتم النبيين؟ لازم تفهم إيه رب دي فيه. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إشارة على إنه الأبناء دول لو عاشوا ابن ذكر لكان نبيا. تجد في القرآن أولاد الأنبياء أنبياء على طول، سليمان داود ابنه سليمان، إبراهيم أبناء أنبياء، سيدنا يعقوب أنبياء، سيدنا زكريا يحيى، وهكذا أبناء الأنبياء أنبياء. فده حيشد لي قل ما كنت بدعا، هذول لازم يموتوا عشان ما فيش نبوة تاني ولا ختمة النبوة. في أيضا حكمة أخرى، أنه لو عاش له ابن ذكر لما قدم عليه أحد في الخلافة، مين اللي حيختاروا؟ مين لا يمكن يحدث إيه خلاف. أما فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام كما يقول البخاري فإنها أنثى ولم تكن نبيا قط إيه أنثى، إذن ما فيش إيه مشكلة أنها تعيش لأنها ليست إيه نبية، ومش هترشح أيضا لإيه للخلافة أو للإمامة، ولذلك كانت أول أهله لحوقا به، عاشت بعد إيه 6 أشهر. يبقى إذن هنا إيه دي ذكر شيء من خصائص صلى بعدها إيه يا أيها النبي إنا أحللنا لك إيه أزواجا، وذكر فيها في الآية دي امرأة مؤمنة وهبت، وبعدين ربنا خير بيضا من ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وبعدين إيه حرم عليه برضه أنه لا يحل لك النساء من بعد، وبعدين لا تدخلوا بيوت النبي، وبعدين إيه لا تنكحوا أزواجه من بعده، وبعدين ختم بإيه بإن الله وملائكته بحق إيه مؤكد على الأمة.
فمعناها يعني ذكرت في القرآن الكريم زي ما بيقول الرازي أمر يعني فريد في السياق كله ووحيد في السياق، ما تكررش في القرآن أبدا، يعني معناها يعني لولا التنويه بالخصائص والفضائل ما ذكر، لأنه لا يحتاج إلى أمر، لأنه هذا من باب الحب وما كان متعلق بحب الإنسان وبفطرته. يعني مثلا لماذا الصلاة عليه في مقابلة إحسانه الذي لا يعدله إحسان مهما كان، الهداية الإيمان التوبة كل شيء عن إيه بواسطته صلى الله عليه وسلم. فلو صلينا عليه بعدد أنفاسنا مش هنكون موفين بالحق الأدنى مش بالحق الأعلى. بعض الناس يتهمون بالغلو، يقول له الغلو معناه إيه؟ مجاوزة الحد، يعني الحد ده آخر حاجة، وإذا زدت عن كده زيه غلو. نعم. طب أنت لم تصل إلى الحد الأدنى فكيف تتهمني بالغلو؟ بس أنت ما وصلتش للأقل. الغلو معناه الحد الأعلى، فإذا جاوزته تكون مغاليا. طب تعال نشوف أعلى حد ممكن أن يصل إليه القلائق، مين وصل إليه؟ أعلى مقام، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فوقه إلا الخالق. فأنت ما تقول إيه مما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك البصير حق قيد واحد، دع ما ادعته النصيحة، ابعد عن دائرة الألوهية وقل ما شئت، مش هتستطيع تذكر إيه شيئا مما يستحقه صلى الله عليه وسلم. ذلك ما عرف قدره ولا منزلته على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فاحنا مهما قلنا لكن شوف حط الخط كده. ذلك ما سلم قال ايه لا تطروني، متقفش هنا كده، قال كما أطرت هنا المنهي مش عن إطرائه يعني عن مدحه، عن مدحه بالباطل. وكيف يكون مدحه باطلا إذا أنت وصفته به بصفات الباري سبحانه وتعالى. إذا نعتقد كلنا عقيدة التوحيد أن الباري سبحانه وتعالى لا يشاركه في صفاته أحد، ولكن في نفس الوقت من قصر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن رتبته أو عن منزلته فربما إيه خرج عن دائرة الإيمان الصحيح، أو ربما وصف بالفشل، أو ربما أيضا بالكفر. فلم يذكر الله تعالى في القرآن حق الأعمال إلا رفع الصوت، يعني نهى عنه قال إيه أن تحبط، مجرد رفع الصوت. أما لو حاجة ثانية يعني زي ما نقول إحنا يعني جرأة أو يعني عدم أدب أو أذية أو يعني تعريض بمقام، ممكن إيه إذا كان علو الصوت حتى وإن كان بالحق ممنوع في حضرته لا ترفعوا أصواتكم، فما بالك لو كان أمر ثاني في غمز أو لمز أو تعريض أو تنقيص، يدل المصيبة كبيرة أن تحبط. ولم يذكر حق الأعمال إلا مع الكفار، خلي بالك، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا أولئك أصحاب النار. فلما تسمع كلمة حبطت أعمالهم يعني غير مش مسلمين، لأن الإيمان لا يحبط، لا تحبط الأعمال مع وجود الإيه؟ مع وجود الإيمان. الإيمان ما لا في إيمان إذا ما فيش إيه؟ حبط للأعمال. إذا الإنسان يكون في غاية الأدب وغاية التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة ليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قلنا إنه الآية فيها أسرار وفيها معاني كثيرة جدا. إن الله شكده وإجابة بأسلوب التوكيد، إن رغم إنه يقول لك التوكيد ده لما يكون في إنكار، ولا يوجد هنا إنكار، يقول لك لا في اهتمام حاجة إيه الإنكار، المقام له أهمية. إن الله يعني بيأكد لك وملائكته، ونسب الملائكة إلى نفسي برضو تشريف، أنا لما أقول إن الله والملائكة بصلاتهم وثنائهم وتشريف النسل استحقوا إضافتهم إلى الله تعالى، يصلون ولكنه لم يقل ويسلمون. ولما أمرنا نحن قال إيه صلوا عليه وسلموا، قالوا لأن السلام في اللغة له كان معنى ثلاث معاني، إما أن يكون معناه السلامة من الآفات فسلام لك من أصحاب اليمين سلامة لك، وإما أن يكون معناه التحية تحيتهم يوم يلقونه سلام، وإما أن يكون السلام معناه الاستسلام ويسلم يعني الانقياد والإذعان.
إذن ففي السلام معنى اللي هو الخضوع والانقياد، هذا لا يليق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أما الملائكة غير منقادين، يعني مكلفين بالشرع، إنما مكلفين به تشريفا وليس تكليفا، غير منقادين يعني خاضعين. إذن لم يضف السلام لا إلى الله ولا إلى الملائكة لهذا المعنى، لأنه يحمل معنى لا يليق بالنسبة لله تعالى ولا بالملائكة. أما الأمة منقادون وخاضعون ومستسلمون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلمون. يبقى هنا إيه أضيف المعنى. وبرضو بقيت بعض الأسئلة، منها أنه تعالى أكد في السلام ولم يؤكد في الصلاة، قال وسلموا تسليما ولم يؤكد في الصلاة. قالوا لأن التهاون يكون في السلام مش في الصلاة، كثيرا يقول صلى الله على محمد لكن ما يقول شو أسلم، فيتهاون بعض الناس يظن أنه إيه الصلاة وحدها تكفي. بقي سؤال آخر أيضا بالنسبة لل... يعني إذا وقع التأكيد في السلام لأن التهاون يكون فيه، فهو اللي يحتاج إلى إيه؟ إلى تأكيد. ثانيا في التشهد، إحنا نعمل إيه؟ نبدأ بالسلام وبعدين إيه؟ نصلي عليه عكس الآية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر متابعة السنة الإلهية، كان يبدأ بما بدأ الله تعالى به، إن الصفا والمروة وفي الوضوء وفي المناسك وفي الاستخارة كان يعلمهم، وكان يبدأ بما بدأ الله تعالى به. لكن نحن في الصلاة ليه قدمنا السلام على الصلاة عكس الآية؟ قالوا لأنه هو الأنسب، لأن المقام مقام تحية. نعم هنا بنقول التحيات، وفي تحيات وفي صلوات وفي ثناء على الله، هنا المقام مقام إيه؟ تحية. فإذا كان المقام مقام تحية نبدأ به السلام. فالمقام هنا مقام تحية، يعني كأنك تحييه، فتبدأ بالسلام قبل أن تبدأ ليه. لكن في غير الصلاة تبدأ به بالصلاة ثم به بالسلام. ولذلك قالوا يا سلام لما حد سأله قالوا عرفنا أو علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني سألوا عن الإيه؟ لأن السلام يعرفون أنه تحية، تحياتهم يوم يلقونه وسلام. فقال لهم قولوا إيه؟ علمهم اللهم صل. وهذه الصيغة التي علمهم في اللي يسموها الصيغة الإبراهيمية ليست ليه يعني معناها محصورة، الصيغة في صيغ ربنا بيفتح بها على عباده في صلوات كثيرة، صلوات البكرية وصلوات المدنية وصلوات الدردير، والعلماء ألفوا فيه في الصلوات وفتح عليهم يعني فتح عظيم. هذا للتعليم، يعني لا ينفي غيره. بعض الناس يقولك لا لا تصلي مين من الكسر تتعليم، فإذا لا ينفي إيه الصيغ الإيه الكثيرة، الصلاة العظيمية وفي الصلاة النارية والصلاة التأذير. فكل ما يعني إمام الجزولي عمل إيه دلائل الخيرات في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، طارت في المشارق والمغارب، وحاج خليفة في كشف الذنوب يقول الكتاب ده يعني كتبت له الشهرة في البلاد، يدل على إيه إخلاص إيه صاحبه لله سبحانه وتعالى في جميع البلاد، في بلاد الحجاز والشام والمغرب عندهم ايه دلائل الخيرات. وكان في الازهر زمان هنا مجالس مخصوصة زي المقرأة في أستاذ الشيخ عبد الحكيم، كان مقارئ مخصوصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا المدائح، يعني مجالس كانت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين تهاون الناس بايه بشأن الصلاة صلى الله عليه وسلم خلاص، وهو غير عابئ بالمعنى وغير مستحضر للتعظيم. لكن ده كانت تأتي الناس يعني خصيصا عشان يحضر مجلس الصلاة على نفسه، وقسموها على أيام الأسبوع، ليلة الجمعة عليها صلاة، ليلة الاثنين، ليلة الثلاث، يعني حتى يصبح معظم أوقاتهم أو جميع أوقاتهم كلها صلاة على النبي. سنة كم كده ولا؟ يعني يمكن من كام سنة، 100 تقريبا أو أقل. قريبا مية، يعني بقى لها قرن بقى. الشيخ الباجور والشيخ البغولي والشيخ السوني راح او الشيخ السوني هو بعد الان شغل في الجامع وفي المسجد الاحمدي الطنطا، وفي طنطا يعني كانوا الاماكن معموره بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كتب صغيره ومجالس وصيغ زي المجالس اللي بتحصل في بعض المساجد يوم ليله الجمعه، يعني دي كانت مقسمه على ايام الاسبوع.
والناس ألفوا فيها ونظموا فيها وكتبوا فيها، وقع التهاون لما رأى يعني الرائحة اللي خرجت دي رائحة يعني عدم ال
وجورب ودوسر أوزان في اللغة العربية، معناها عطاء لا نهاية له، كل شيء فيه كثرة فهو كوثر، يعني ذرياته كثير، من ينتسبون إليه كوثر، النهر كوثر، العلم كوثر، الإسلام كوثر، لأن الإسلام أعظم الأديان، أعلى دين في العدد، رفعة يعني معناها من يعتنقون الإسلام أعلى دين، أعلى رقم في العالم للمسلمين، يظهره على الدين كله، ورفعة الشأن أو رفعة الذكر أيضا فيها كوثر. ليه؟ لأنه ملايين الملايين تنطق باسمك وتهتف على المآذن، فهذا من الكوثر أيضا. وفي موسوعة جنز الأرقام القياسية في العالم وصل اسم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 1990 تسمى به 70 مليون سنة 90، ما لو ضفت الآن، والإحصائية أحصت اسم محمد فقط، ما جابوا حامد ولا أحمد ولا مصطفى ولا بقية الأسماء، فلو جمعت بقية الأسماء لم يوضع اسم سلم في مقارنة أصلا. إذا معناها كده يعني لا يمكن يبلغ عدد، يعني محدش يستطيع حصر الذين تسموا باسمه. لو جمعنا بقية الأسماء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسلم، يبقى كل شيء فيه عطاء، يبقى كوثر، فيه مدد. فأعطاه الله الشرف، وأعطاه النبوة، وأعطاه العلم، وأعطاه الهدى، وأعطاه الكثير والكثير، يبقى معناها نعمه تعالى. وفي نفس الوقت هذه النعم فيها بيان لفضل المنعم عليه وإعلاء لدرجته، وعندما يخاطبه الله تعالى يقول أعطيناك، ولا يقول له آتيناك. يعني تجد مثلا وآتاه الله الملك، وتجد مثلا ولقد آتينا داود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أن آتاه الله الملك، فهنا جبل أعطيناك ولم يقل له، لأن الإيتاء يكون في الشيء العظيم، الشيء الكبير، أتاه الله الملك والحكمة، إنما يريد أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مهما أعطيناك وإن كان كثيرا في نفسه فهو قليل بالنسبة لك. ولذلك قال أعطيناك. ليه؟ لأن العطاء يأتي في القليل والكثير، أما الإيتاء في الكثير، وأنه أعطى قليلا وأكدا، يعني ممكن أعطى قليل، يعني عاوز يقول له كل ده هو كثير مش قليل، لكن بالنسبة لي أنت تستحق أكثر وعندنا مزيد لك. فهمت الكلمة؟ أعطيناك وآتيناك، يعني ما وقال له أعطيناك بصيغة الماضي، أعطيناك يعني دل على أن العطاء متحقق. نعم، سلام الله. مش انت بعت لي رسالة دلوقتي؟ وصلت يا منى. لا انا في الدرس حاليا في الازهر، في المسجد. لا المدينة اللي ما رحناش لغى الاجتماع. شكرا، الله يكرمك. شكرا. جاء الماضي عشان يفيد التحقق، يعني ده محقق. لما نقول مثلا سأعطيك يبقى معناها ممكن ترجع فيها وأعطيناك، يعني تم، لأنه قال له في سورة الضحى ولا سوف يعطيك، وهنا قال له أعطيناك. تمام كده؟ هذه السورة في قصار السور، لها معاني مرتبطة بالسور اللي قبلها ولها معاني بالسور اللي بعدها، فتجد في العطاء موجود من أول الضحى، من أول ما قال له سوف ولا سوف يعطيك، مثلا كلمة سوف غير سيعطيك، يعني سوف يعني لسه، إنما مع ذلك عجل له، لأن الله تعالى
ان ربي قريب مجيب، ما يعني سوف في حق الله تعالى برضو غير ايه لما نستعملها في حقنا احنا. اول ما قال له ولا سوف يعطيك مباشرة الم يجدك، عاوز يقول له العطاء موجود، لم يجدك يتيما دع عطاء ده ووجدك ضالا فهذا يعني هذا بك. الضلال اللي هو قبل النبوة له ايه معاني، ليس معناها الضلال بمعنى الكفر او بمعنى الضلال اللي احنا نعرفه، لا، فهو الذي هدى به ايه ووجدك ايه عائلا فاغنى. من معانيها في اللغة العربية ان العرب اذا رأوا شجرة في فلا لا شجرة معها يهتدي الناس بها يقولون هذه ضال، يسموها كده. فمعنى ضالا اي هدى بك مش هداك. ها وقيل الضلال يعني معناها عدم العلم بما اوحي اليه قبل ان يوحى اليه به، يفسره ذلك في اخر السورة ما كنت تدري ما الكتاب. عدم الدراية معناها ايضا من ايه، ليس معناها يعني انه كان على دين قومي او كان، لا، هذا ينزه عنه مقامه. كل ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم او في حق الانبياء يجب ان يفسر في دائرة العصمة، اي ان يعني بما لا يخالف العصمة. ان كان هناك تفسير يناسب العصمة او يوافقها يحمل ايه عليه، وان كان يخالف ينبك ان الله تعالى اختارهم ان اخلصناهم بخالصة. الله يصطفي من الملائكة رسلا، الله اعلم حيث ايه يجعل رسالته. فذكر في الضحى العطاء، وفي ألم نشرح فيها العطاء برضه، شرح صدره ووضع عنه إيه ورفع ذكره. وفي التين أيضا البلد الأمين جعل أجر غير ممنون للأمة، وفي اقرأ إدال القرآن والعلم والقرب واسجد واقترب، وفي إنا أنزلنا كل سورة بعد ولا سوف يعطيك جاء فيها العطاء لحدث ما تصل إلى إيه إنا أعطيناك الكوثر. تجي بعد كده للي بعدها قل يا أيها الكافرون، ده خطاب إنه يكفر العالم كله إلا من كان على ملته، إلا من كان تابعا لدينه. إذا معناها هنا استوى جميع الكفار أو جميع أهل الملل في وصف الكفر، مهما تعددت الصور واختلفت الإيه العبادات بتاعتهم واختلفت المعبودات واختلفت الآلهة أو كله إيه الكفر كله ملة إيه واحدة. قل يا أيها الكافرون، فأعلن هنا البراءة، لا أعبد ما تعبدون من معبوداتهم كلها، ووصمهم أو وصفهم بصفة الكفر. وهذا يؤدي إلى إيه إلى يعني تكليف شاق، إلى مواجهة صعبة. ده حيعلن براءته منهم، وفي نفس الوقت حيترتب على الحكم لهم أو عليهم بالكفر حتترتب أحكام كثيرة من دمائهم وأموالهم ومحاربتهم وإلى آخره. فكونوا يعني يعلن هذا حيؤدي إلى القلق وإلى الخوف، ده ممكن يتآمروا لقتله، ممكن. ولذلك قبلها مباشرة طمأن قالوا احنا أعطيناك الكوثر، ومن هذا العطاء العصمة أنه لا يصلون إلى قتلك أبدا، ومن هذا العطاء ما وعدناك به أن دينك حينتشر وأتباعك في الأرض كلها وبجميع، وأن أمتك لا تشرك وهكذا. ده يعني معناها طمأنوا، فأزال عنه الخوف والقلق عندما يصل إلى المواجهة وإعلان البراءة منهم وإعلان براءتهم هم منه. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم، يبقى معناها تكفير للعالم كله لأهل الأرض جميعا إلا من كان على إيه على دينه. فاثبت ولا تخف وواجههم ووصفهم بهذا الوصف، ما فيش طبعا مجاملة ولا فيش مثلا يعني انتو، لا، الوصف لان العقائد ما فيهاش ايه انصاف حلول. يا كافر يا ميه، من هو الكافر؟ بدل ما تقول هو الذي يعبد الاصنام، هو الذي يشرك بالله، هو الذي يعبد مع الله كذا، هو الذي يقول، حتعرف مش حتخلص. يعني تأتي بطريق اللي اسرع، الكافر هو غير المسلم، اخلص في كلمة غير المسلم يساوي كافر، بوذي كافر،
مجوسي كافر نصران غير المسلم، وتنتهي يعني كلمة غير المسلم تشمل ما هو غير المسلم من جميع أهل الملل والأهواء والنحل الفاسدة والباطلة. فقبل أن يأمره بهذا ضمأن، وبعدين بعده مباشرة قال الفتح جاي والنصر جاي والناس حيدخلون في دين الله أفواجا. وبعدين جاب سورة تبت يدا، معناها حيعرض مصير ومصير مين؟ مصير أبي لهب. ثم ذكر الله تعالى صفاته العلية ونزه نفسه، ختام القرآن قل هو الله أحد، صفات يعني الله سبحانه وتعالى، صفات التنزيه. وبعد كده ذكر مراتب الخلق، وبعدين ذكر مراتب النفس الإنسانية، ثم ختم سبحانه وتعالى كتابه في سورة قل أعوذ برب برب الناس. إذا هنا عطاء فيه زيادة وفيه تعظيم وفيه تبجيل. وقلنا لك ليه قال أعطيناك ولم يقل آتيناك، عشان يبين أن العطاء وإن كان كثيرا في نفسه فهو قليل في حقه، لم يقل له آتيناك، لأن الإيتاء يستعمل في الشيء العظيم الكبير. ولقد آتينا داود منا فضلا وآتاه الله، بل هنا أعطيناك. وبعض الناس قال له فصلي بربك، يعني زي ما يقولك هذه السورة المقابلة للتي قبلها، اللي قبلها فضل، التي قبلها فيها الذين هم عن صلاة ينساهم، هنا قال له فصلي. وبعدين قالوا لربك، يعني حتى هم لو صلوا بيصلوا رياء، لما هنا الصلاة لمين؟ لله تعالى، فيها إخلاص النية والعبادة. يبقى هنا الصلاة والتسليم، قلنا التسليم في اللغة السلام، يعني المراد به التحية، اللهم صل وسلم، يعني كأنك توجه تحية للنبي، يعني زي ما تقول لما تلتقي بإنسان تقول له السلام عليكم. إذا كانت التحية لله لا يليق أن تقول السلام على الله، الله هو السلام ومنه السلام. قلنا التحيات يعني تحيات كل محي، والصلوات صلوات كل مصلي، مش الصلوات بتاعتنا احنا. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته، فالصلاة كل مصلي من الجن والإنس والطير. وبعدين تحياته والصلوات والطيبات، الطيبات هنا تجمع الطيبات القولية والطيبات العملية، تجمع كل ما هو طيب، لا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، فكل هذا لله تعالى. فكان لزاما عليك وأنت تجلس بين يدي رب العالمين، بيقولوا يعني الجالس بين يدي الملك أو بين يدي الملوك، يجب عليه أن يقدم التحية اللائقة، فالتحية التي تليق برب العالمين التحية زي ما علمنا فيه. ثم كان لزاما على المصلي أن يشرع في تحية خاصة بالواسطة الكبرى العظمى بين الله تعالى وبين عباده، السلام عليك أيها النبي، بصيغة الخطاب الحاضر الذي أمامه، مش بصيغة الغيبة، مش مثلا انتقل أو ما، لا لا، أمامه يعيش فينا، وعلموا أن فيكم بشر، بل إنه في أعظم من ذلك، ده احنا قدمنا السلام عليه في التشهد على أنفسنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا الأول على النبي الأول وبعدين على أنفسنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيجب تقديم الصلاة عليه على السلام عليه على السلام على النفس. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن معنى التسليم هنا عن التحية، وله أيضا معاني، معناها الإذعان والانقياد والاستسلام، وهذا أيضا موجود، لكن هنا في التشهد معناه معناه التحية. وكذلك لو أنت قلت كده اللهم صل على سيدنا وعلى آله وسلم تسليما، إيه معنى وسلم تسليما؟ كأنك تقول يعني حيه تحية لائقة بمقامه الشريف متضمنة للدعاء، مش فقط تحية مجردة ولكن فيها دعاء، يعني
لأنك لما نقول السلام عليكم ورحمة الله كأنك تدعو له بالسلام والرحمة والبركة مع إيه أنك تحييه. إذا تحية متضمنة لإيه للدعاء، فكأنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع مع الصلاة السلام كأنك تدعو إيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله في أمته ويكثر عدد المسلمين ويظهر هذا الدين ويرفع مقام سيد المرسلين ويجعل اسمه في كل بقاع الدنيا. يعني كأنك عندما تدعو به بأن يكثر الله في دينه وفي عدد أتباعه وأن يعلي من شأنه وأن يحفظ أمته وأن يرعاهم بأن يزيد إيه عددهم ويقوى نفوذهم وينتشر الإسلام، إذا كأن في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بحفظ الأمة بأكملها، لأنهم هم الإيه الوعاء. يعني مثلا لو ذهبت الأمة هيذهب حملة القرآن ويذهب العلم، فإذا حفظ القرآن كأننا نحن نزلنا الذكرى يلزم أو يشمل منه إيه حفظ الأمة أيضا، إنه حفظ القرآن كيف يحفظ الله تعالى القرآن يجعله إيه في صدور الذين أوتوا العلم، معناها حفظ القرآن حفظ للأمة، حفظ القرآن حفظ للسنة، حفظ القرآن حفظ للبلد الحرام، وحفظ القرآن حفظ للمدينة المنورة، حفظ القرآن حفظ للأزهر الشريف، حفظ القرآن حفظ للعلم، إن كل ده إيه في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بموت أو بقبض إيه العلماء. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ القرآن يبقى معناها يحفظ الأمة بأسرها بما يتعلق بها، بالحرمين، بالأزهر، بالعلماء، بأهل القرآن، بأصحاب القراءات، بأصحاب الأسانيد، وهكذا. فالخير باق إلى إيه أن تقوم الساعة. فالتسليم أي التحية على النبي، أول ما تسمع كلمة النبي بالألف ولام كده من ألف ولام هنا إيه للعهد، إن هو المعهود إيه عند الإطلاق، إذا أطلقت إذا ينصرف إلى الإيه إلى العهد، هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. طب على النبي إذا جمع النبي إيه لها جمعين، يجمع جمع تكثير أنبياء وجمع ثاني نبيون أو نبيين، واللي في واو ونون أو في ياء ونون ده جمع إيه مذكر ثالث، والجمع الثاني اللي هو إيه جمع تكثير، وأصله إيه أصلها الواو تمام، ولازم فيه الإيه الإبدال، لأنك لما تيجي المصدر النبوة النبوة أصلها إيه واو، اجتمعت الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون فأدغمت قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الإيه في الياء، وأصله الهمز أيضا نبي خلاص، وأصل على نبيين وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع نبدلا، يعني كل قراء يبدل الهمزة ياء ويدغم الياء في الياء يبقى النبي، لكن أصل إيه النبي لأنها من النبأ تمام، ما عدا مين ما عدا إيه نافع ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قطي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة إلى آخر النسب الشريف، والإمام مالك كره رفع النسب إلى آدم يعني حد عدنان نسب نفسه إلى هنا، وقال بعدها أمسك ثم قال كذب النسابون كذب النسب ترى أنه أخذ من الإسرائيليات من كتب أهل الله أصابها التحريف والتبديل، فالإمام مالك قال كذا عند لا يرفع النسب فوق، يعني هو اتفقوا على أن عدنان من ولد إسماعيل، لكن بين عدنان وبين إسماعيل قيل 10 قيل 5 قيل 20 قيل 30 أبا لا يعرفون، وبعدين إسماعيل ابن مين إبراهيم عليه السلام قطعا، فإذا النسب تمسك بحسب، لكن طبعا نسبه ينتهي إلى مين إلى الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذا النبي معناه إيه؟ لما نجي نعرف النبي من النبأ، يعني النبأ يعني معناه إيه؟ الخبر، يعني هو مخبر ينبئ
أو منبأ يعني مخبر. هو مخبر من قبل الله يعني منبأ منبأ، وهو أيضا ينبئ يراعى الايه المعنيين المخبر وايه ومخبر عن الله سبحانه وتعالى. اما الرسالة معناها الايه التبليغ من الارسال، يعني ايه استرسال اللبن اذا برأ بالترسل يأتي وراء بعض، يعني يبلغ اولا باول كل ما ايه يوحى اليه به، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. إذا النبي إيه والرسول إنسان إنسان لا يكون النبي من الجن. فمال في قوله تعالى ألم يأتيكم رسل منكم، الخطاب مش للجن، الخطاب للجن والإنس. فغلب هنا على سبيل التغليب، يعني من أحدكم، زي قوله تعالى إيه مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ، تمام، لكن ما بيخرجش منهم، ده بيخرج من واحد منهم من احدهما اللي هو من الايه المالح، انما الحلو ما يخرجش منه اللؤلؤ، بينهما برزخ لا يبقى. معناها بهذا تغليب، يعني يخرج منهما يعني اي من احدهما. فمعنى قوله تعالى الم ياتيكم رسل منكم يعني ايه من احدكم، يعني الانس يا معشر الجن والانس. يبقى الخطاب لهم جميعا، ألم يأتيكم رسل منكم يعني رسل الإنس رسل إلى الإيه إلى الجن. والأدلة موجودة في القرآن الكريم. ذكر إنسان ذكر فلا يكون إيه أنثى، وطبعا ولا خنثى إذا كان أنثى يبقى القرآن لشرف مقام النبوة. وما الإمام القرطبي والأشعري مال أو رجح أنه مريم عليه السلام وآسية وأم موسى أنه دول إيه أنبياء، لكن ده خلاف الإليه في الجمهور. المحققين لما ردوا قالوا إيه لا تكون بصريح قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، قالوا هذا ليس دليل اعترض به، لأنه هنا الكلام في الرسالة ليس في النبوة، ثم هنا أثبتوا أن هؤلاء أنبياء مش رسل. يعني الرسالة بالقطع لم يجوز أحد أنه تكون في النساء الرسالة، أنه في فرق بين النبي وبين الإيه وبين الرسول. فهم الأشعر والقرطب ما قالوا إيه رسل، قالوا إيه أنبياء، قالوا النبوة إيه النبوة وحي او نزول الملك، ونزل عليها الملك وتمثل لها ارسلنا اليها روحا واوحينا الى ام موسى. فاعتبرهم بهذه الادلة ايه انبياء، لكن ما احد قال على الايه عليهم ايه رسل، انما هذا خلاف مين الجمهور. وطبعا في تعريق، والقرآن الكريم ذكر مريم ما وصفها بوصف النبوة، قال وامه صديقة. راحوا قالوا لما هو سورة في القرآن سورة الأنبياء لم يذكر فيها إلا الأنبياء، وذكرت مريم فيها دليل على إيه إنها نبيها. لكن برضو تاني رد ولا ما ذكرتش هي بالاستقلال، ده تابع لابنها، يعني عشان موضوع المسيح فذكرت مع إيه مع ابنها، وجعلناها وابنها آية للعالم. إذن الآية لمين؟ سيدنا عيسى، ما قالش وجعلناها وابنها آيتين آية للعالمين، هي تابع المين ورحمة ولنجعله آية، لو مين المسيح مش مريم، يبقى الآية في عيسى، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا. فدليلهم يعني كل ما استدلوا به يمكن رد عليه، قالوا ذكرت مع الأنبياء. والغريب أن سورة مريم لم يذكر فيها إلا الأنبياء، برضه سورة الأنبياء ذكرت فيها مريم، وسورة مريم ذكر فيها الأنبياء، ما ذكر حد ثاني غيره، ما ذكر في الكتاب إبراهيم، وأذكر في الكتاب موسى، وأذكر في إدريس وإسماعيل، في حد ذكر غير الأنبياء، وهي ذكرت معهم في سورة، ذكروا في سورتها وهي ذكرت في إيه. لكن قلنا المسألة راجعة لمين لابنها، الرسالة أو النبوة لمين سيدنا عيسى عليه السلام. والله تعالى وصفها بأنها صديقة، تمام، ولكن لما وصف سيدنا إبراهيم لم يقل إنه كان صديقا، صديقا إيه نبيا،
يبقى إذن هنا عند مريم لم يقل نبية، قال صديقة، ولم يذكر النبوة، إنما في في الأنبياء قال إنه كان صديقا نبيا. النبي إنسان ذكر حر، يعني النبي لا يكون إيه رقيق، يكون عبد، لأن العبد ما تحكم فيه مش في يده، حكمه في يده إيه، ممكن يمنع من التبليغ أو من ممارسة مهام ليس الحجر. ولم تكن نبيا قط أنثى ولا عبد، يعني ولا وشخص ذو فعل، يعني غير فعاله ايه غير سويا من الآية. والنبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع، يعني بأحكام، يعني نبئ، نزل عليه وحي، سواء أمر بتبليغها أي إيصالها للمكلفين أم لا. خذ بالك هنا بعض الناس هذا التعريف مبني على ايه، على اللغة، على اللغة. انما في الاستعمال القرآن تجد احيانا يستعملهم بمعنى واحد، النبي والرسول، فيقول عن النبيين فبعث الله النبيين مبشرين، ويخاطب النبي فيقول له مش يا ايها الرسول، ان يا ايها النبي، ان يجمع له بين الايه الوصفين. واحيانا يغاير القرآن في بين كلمة نبي وكلمة رسول، كما في آية في الحج، ما أرسلنا من قبلك من إيه؟ رسول ولا نبي، لكن قالوا هنا كلمة وما أرسلنا، يعمهم الاثنين الإرسال، ما أرسل يعني هذا مرسل وهذا إيه مرسل. فهناك اختلاف بين النبي وبين الرسول، لأن القرآن بين انه وبعدين بعض يقول لك اذا اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ما فائدة هذا الوحي؟ والفائدة ممكن تعود الى نفسه، وفي نفس الوقت انه لم يؤمر بكتمه، يعني معناها لم يؤمر بتبليغه، يعني معناها لم يجب عليه تبليغه، فاصبح التبليغ له ايه وعدم التبليغ ايه سواء، يعني يبلغ او لا يبلغ، ليس معنى عدم الامر بالتبليغ امر بالكتم، اذا بلغ يبلغ في خاصة نفسه او في اهله او كذا، او الفائدة تعود عليه، او يكون مؤيدا لمن قبله، يعني ما حيبلغ شيء جديد، نفس الواحد الذي جاء لمن قبله. بعضهم قال هكذا انه ما في هما مترادفان، لا فرق بين النبي والرسول، فالرسول نبي والرسول نبي، لكن آية الحج واضحة في المغايرة من نبي ولا إيه ولا رسول. فبعض المحققين كما ذهب الشيخ ابن عاشور قال إن النبي ده الذي جاء بإيه بشريعة جديدة أو بكتاب، أما النبي هو الذي جاء مقررا لما في الشرائع قبله أو متبعا لرسول قبله. ولذلك إيه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، بمعنى أن كل من جاء بعد موسى قبل عيسى تابع لإيه، يبلغ نفس الرسالة التي جاء بها موسى. حتى المسيح عليه السلام لما قالوا مصدقا لما بين يدي من التوراة، هنا النبي يأتي مقررا أو موافقا لشريعة من قبله، إنما الذي يأتي بشريعة جديدة أو بكتاب جديد فهو رسول. بعض المحققين ذهب إلى هذا، إن الرسول له كتاب وله شريعة، سيدنا إبراهيم رسول لأنه له شريعة، سيدنا موسى رسول. طيب أحيانا تجد إن سيدنا عيسى لما قال إيه رسول ونبي، ليه؟ لأنه مصدقا لما بين يديه ولوجئته ولأحل لكم، يعني جاء به بجد وجاء بالإنجيل أيضا. المهم كل تعريف تجد عليه اعتراضات من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني إلى الآن لم يأتوا به بشيء قاطع في تعريف النبي والرسول. لكن ابن تيمية قال حاجة غريبة في التعريف يمكن انفرد بها وحده، إنه قال النبي ده الذي أرسل إلى قوم مؤمنين،
والرسول اللي أرسل إلى الكفار، إن أرسل إلى كفار برسول وإن راح لناس مؤمنين يبقى إيه؟ يبقى نبي. جابها منين؟ جابها من إنه أول رسول هو مين في نفس الحديث البخاري؟ نوح. ولم يذكر الله تعالى تكذيبا قبل قوم نوح، كذبت قوم نوح المرسلين، يعني اللي كانوا بين نوح وبين آدم كانوا مؤمنين، فاللي جاء قبل كده يبقى نبي. إنه التكذيب بدأ من أول نوح عليه كذبه. هل ذكر قبل نوح في تكذيب في القرآن؟ ونوح ده أول رسول، إذن ارتبط الرسالة بمين؟ بالكفار، إن الكفار عن الكفر معناه إيه؟ التكذيب. والنبي هو الذي بعث لقوم موحدين أو مؤمنين. ما في شيء لم يذكر، في أنبياء ثاني قبل نوح لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم هو بيعرف عموما، ما بيعرف المذكورين في القرآن، وبيقول كده الرسول اللي أرسل إلى قوم كفار، وبرضه فيها أدلة كثيرة، يا أيها الرسول بلغ والله يعصمه إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال ما حيروح للكفار حيبلغهم، يبقى هنا رسول، لا لغير كفار يبقى إيه؟ يبقى نبي. المهم كل تعريف أو كل فرق، يعني مثلا اللي هم قالوا يأتي بشريعة جديدة، يلزم على كده أن عيسى عليه السلام ليس إيه رسولا من الشريعة الجديدة، وبنفس القرآن بيقول ورسولا إلى بني إسرائيل، ها؟ وبعدين بيقول إيه ومبشرا برسول يأتي من بعد، يعني هو رسول. يبقى أي تعريف لا بد يعني أي تعريف تستطيع أن تنقده، أي تعريف وتجد له إيه محترزات وإلى ذلك. فاحنا نمشي مع إيه؟ مع رأي إيه؟ الجمهور. والتعريف اللي ذكرناه ده مبني على المعنى اللغوي، أمر وبلغ أو لم يبلغ، ده كله متصل بالإيه؟ بالأمر الإيه؟ اللغة. فإن أمر أي أمر بالتبليغ بذلك فرسول أيضا، فالنبي على هذا التعريف أعم من الرسول. إيه معنى أعم؟ يعني يلزم من إيه؟ من ختم النبوة ختم الرسالة ولا عكس، إذا بينهما إيه؟ عموم وخصوص مطلق، إذا كل رسول نبي وليس العكس، ده على هذا المعنى. إنما بعض يعني العلماء يعني مذكرين آرائهم أنه إيه بمعنى واحد، واستشهدوا باستعمال القرآن الكريم في سورة البقرة، قال لهم إن الله قد بعث فيها الآية، قال لهم نبيهم، هنا في رسالة في كلام وفي تبليغ، واستعمل القرآن ذلك. وفي بعض مثلا بعضهم بيقول إنه لم يذكر إيه ذكر آدم عليه السلام مع النبيين، لكن لم يذكر مع الرسل زي إيه في سورة في مريم من ذرية إيه من النبيين من ذرية آدم، تمام؟ قال وممن حملنا معنا، لكن في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا فاشتركوا في الاصطفاء، بل نوح رسول، إذا معناها الاصطفاء، أو ممكن يقول من مشترك اصطفاء هنا نبي واصطفاء هنا إيه رسول. وإذا ما يعني شوف ما حتستطيع أن تصل إلى الإيه الحل للحاكم. ممكن يكون كده تستعمل هذه اذا اجتمعوا مع بعض قال لهم معنين زي ما تقول، واذا افترقوا الجدية بمعنى ايه بمعنى كل واحد بمعنى. انسان فلا يكون ذكر اوحي اليه بشرع، شرع معناها مش كتاب، اي شرع بلاغ يعني اي احكام. فالنبي أعم من الرسول، وأصله نبي بالهمز كما يدل عليه رواية قراءته بالهمز اللي هو مين؟ نافع، همز في القرآن كله إلا في الأحزاب قالون يبدل الياء شددا مبدلا، عشان هو بيبدل الهمزة يسهل الهمزة الأولى مش الثانية، فاجتمع همزتين مذكورتين، فهنا قالون يخالف القاعدة بتاعته في الأحزاب
في للنبي مع بيوت النبي، وقالون في الأحزاب في للنبي امرأة مؤمنة امرأة نزال النبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، رغم ان هو ايه نافع. طب ليه ورشي ما عملش كده؟ لانه ورشي يسهل الهمزة او يبدل الهمزة الثانية، انما ذا قالون الايه الاولى. يبقى اما من النبأ وهو الخبر بمعنى المفعول، خلاص، كما يدل عليه التعريف المتقدم ان الله تعالى قد اخبره باحكام. اخبره انبأه باحكام. من انبأك؟ نبي. هذا قال نبأني. ويحتمل ان يكون بمعنى الفاعل. ايه الفرق بين بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول؟ يعني ممكن يكون نبي ده من النبأ، يعني الخبر بمعنى المفعول، وبمعنى الفاعل حيبقى هو مخبر، معنى المفعول حيبقى مخبر، وهو مخبر ومخبر نفس الوقت. واحتمل ان يكون اصله نبي يو، صح؟ يبقى ايه هنا؟ يبقى مش من النبأ عاد هنا، ده من الايه النبوة او النبوة اللي ينبو، يعني الشيء المرتفع. يبقى اذا كان من النبوة او النبوة يبقى اذا واوي، واذا كان من النبأ يبقى مهمول نبي. يبقى اذا كان واو يبقى ايه اللي حصل؟ قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الايه في الياء. طب اذا كان مهمول يبقى ابدلت الهمزه ياء وادغمت الياء في الايه في الياء، يعني ادغام على هنا وادغام على هنا. يبقى اذا كان من النبوه او النبوه يعني معناها مرفوع الرتبه، يعني مرفوع المنزله او المكانه، وايضا فيه معنى الفاعل ومعنى المفعول، مرتفع مرفوع ورافع لمن اتبعه، وهو ايضا مرفوع لان الله تعالى رفعه، رفع ذكره ورفع قدره وهكذا. يبقى يصلح ان تكون من الفاعل، ويصلح ان تكون من المفعول، ويصلح ان تكون من الخبر من النبأ، ويصلح ان تكون من الايه النبوة اللي الرفع. وكلاهما في ملاحظ في معنى كلمة النبي، هو مرفوع ايضا وهو مخبر. هل احكام النبي زي احكام غيره؟ لا. المصطفى جاء اسمك يا مصطفى، اسم مفعول من الاصطفاء، وهو الاختيار، فمعناه المختار. المصطفى معناه ايه؟ المختار. والرسل ايه، مختارون ولا مش مختارون؟ والذي اختارهم هو الله تعالى. واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي، الله اعلم حيث يجعل رسالته. يبقى الله تعالى يختار، وصرح القرآن بهذا اللفظ بس بالاختفاء، الله يختفي يعني يختار، خلاص. فهو صلى الله عليه وسلم مختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لم يقل ايه يختار ويخلق، يعني معناها الاختيار حيكون ممن يخلق، لان الخلق لا يكون الا اختيارا، الخلق مش ايجاب زي كلام الفلاسفه، يخلق ويختار. يبقى يعني يختار ممن يخلق، كما قالت اليهود والنصارى ايه نحن ابناء الله، قل بل انتم بشر ممن خلق، فلما يعذبكم بذنوب، بل انتم بشر ممن خلق. اذا معناها ايه لا في اللي قبلها قل فمن اراد ان يملك المسيح ابن امه في الارض جميعا والله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء. يبقى هنا الخلق اختيار، والاختيار الثاني اللي هو قال يخلق ما شاء، يبقى ده ايه تخصيص اجتماع، يبقى كلهم مختارون ولكن اختيار بعد اختيار، فخلق الله الاماكن واختار الايه البقاع المقدسه، وخلق البشر واختار منهم الانبياء،
واختار الرسل من الانبياء واختار اولي العزم من الرسل ثم اصطفى واحدا على الايه على الكل. اختيار بعد اختيار بعد اختيار وهكذا زي موضوع التصفيه الحديث من صف على ايه على واحد بس اذا اخذ المركز الاول على الانس والجن والملك محدش ايه ينازع ولا يشارك في هذا ايه المقام احد. المصطفى الكريم من الكرم وهو صفة تقتضي الإعطاء لاه. شفنا قلنا لك احنا فسرنا من قريب الكرم والجود والسخاء. فبيبقى السخاء ده عن سؤال نقول لك الدين في الدين ده انت سخي كده لما لو منعت يبقى ما فيش سخاء. طب اذا اعطيتني من غير سؤال اذا ده ايه لا جاء ده جواب. طب والكريم قال لك في غير في ممكن يكون يجود ولكن ينتظر ايه الرد يعني بيعطي في نظير شيء. انما الكريم من غير سؤال وبدون ان ينتظر شيئا. شوف كده دي اعلاهم دي وذلك من اسماء الله. قال الكريم صفة تقتضي الاعطاء لا في نظير شيء وليست ايه في مقابل سؤال. يعني معناها ما يعطي لانه إيه ليه هو كريم لانه هذا مقتضى صفته. ليس الكرم بسبب ايه الاخذ ولكن هو صفة في مين فيه ذاتية سواء انت تستحق او ما تستحقش هيعطيك لانه كريم. في درجة كرم بعد السؤال جواب بعد كده الكريم لا سؤال ولا انتظار شيء. ده اعلى اعلى الصفات دي. ايه اللي هينتظر من عباده معاهم ايه ينتظر منهم الجلاء في نظير شيء او هو نفس الاعطاء المذكور. وقد يراد بالكريم الطيب خد بالك وهو الانسب هنا. الكريم ده لها كمان وضع ثاني. يعني مثلا لما وصف الله تعالى جبريل يقول ايه انه لقول رسول كريم. هو جبريل كان يتصدق ويعطي الناس ويجود عليهم. يبقى هنا الكريم بمعنى الطيب هنا. يبقى هنا ايه الكرامة هنا معناها ايه طيب النفس او طيب الاصل. وقد يراد بالكريم الطيب وهو الانسب هنا. يعني طيب طيب الاصل وطيب الخلق وطيب الخلق. يعني اجتمعت فيه ايه العناصر ايه انه طيب في اصله وفي خلقه وفي كل شيء. هنا اذا اطلق الكرم يا اما يكون معناه صفة تقتضي الاعطاء لا في نظير شيء او كرم الذات. يعني هو كريم ايه يعني طيب في ذاته وفي ايه في اصله. كما وصف سيدنا جبريل انه لقول رسول كريم. هنا مش معناها الجود ولا الانفاق ولا شيء انما معناها ايه طيب الاصل وافضل الصلاة. سامع الصوت انا في المسجد اكلمك بعد صلاة العشاء. وافضل الصلاة والتسليم على اله من اله. المراد بين اله في مقام الدعاء. هنا مقام الدعاء مش كده المرادين في مقام الدعاء كما هنا اتباعه مطلقا. اذا كان المقام مقام دعاء قال كل من ايه من تبعه. وقيل الاتقياء منهم. لكن في مقام الزكاة وفي مقام الصدقة اذا قال الامام مالك رضي الله عنه هم بنو هاشم فقط. اذا في مقام خد بالك زي ما بنفرق بين مقام التلاوة ومقام الرواية. يعني انت لو بتقرا علي هتقرا حفص تقرا شعبة اسمها دي ايه مقام روايه بديك روايه. فلازم ايه ما فيش خلط بين روايه واخرى وبين طريق ولا طريق وبعدين ايه ما يبقاش في كذب.
انما في مقام التلاوه ممكن انا اقرا في الصلاه في الركعه الاولى ابن كثير في الثانيه نافع، ده مقام تلاوه، ده ليست هذه الروايه، لان كله صح عن ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما في مقام الروايه ما يجوزش خلق روايه باخرى، لانه هذا يعد ايه كذبا على الراوي، كانك انا نسبت الى شعبه ما لم يروه ورواه حفص وهكذا، زي حديث انما الاعمال بالنيات، مين رواه؟ سيدنا عمر. لكن انت قلت عن ابن مسعود قال انما الاعمال بالنيات، اقول لك هذا كذب، بس مش كذب منصب على الحديث، على الروايه الحديث صحيح، بس كل ما انت نسبته الى راويه لم يروه، فمش معنى انه تفرق بين مقام التلاوه ومقام الايه الروايه. يعني بعض الناس لا يعرف التفرقه في هذا، فيقول لك هو احنا عاوزين نقرا في الصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا، ويظن انه النبي كان يقرا حفص، هو فين حفص؟ فين دول قبل؟ لم ياتوا الا بعد قرن او اثنين، او معناها كيف تنسب الروايه اليه؟ كان كل النبي كان يقرا بجميع هذه الايه الروايات والطرق قبل ان يولد من تنسب اليهم، هي معناها كله صحيح وكله ثابت على رسول الله، لكن هذا روى هذه وهذه لم يرويها، وهكذا ده روايه وده ايه وده تلاوه. اذا كانت القراءه ثابته عن يجوز القراءه بها، حتى وان ايه جبت قراءه يجوز باي طريقه، لو قلت واحده بالسين واحده بالصاد عليهم وعليهم قلنا كله ثابت، انما في الروايه لا يحرم، لانه حننسب الكذب الى مين؟ الكذب الى الراوي الذي رواها وهو لم يرويها. لأن في مقام الدعاء غير مقام الزكاة، يبقى لكل مقام مقال. فإذا كنت في مقام الزكاة يبقى آل مين؟ بنو هاشم، إنه هم الذين هي تحرم عليهم الصدقة، ده عند الإمام مالك. وقال الإمام الشافعي بنو هاشم وبنو مين؟ المطلب. والمطلب مش هو عبد المطلب، ها؟ المطلب أخوه اللي هو أخو هاشم، اللي هو جاء معاه شيبة الحمد لله هو عبد المطلب، وقالوا عليه عبد المطلب، يعني اطلق عليه عبد المطلب. ففي المطلب اللي هو عمه، تمام، واصله عند سيبويه اهل، اللي آل، اذا عندك آل دي اصلها اهل، قلبت الهاء همزة وبعدين قلبت الهمزة الف، تمام، وبعدين الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح فقلبت ايه ألف زي آدم، أصلها آدم زي آمن، خلاص كده. عند الكسائي أصلها واو، أصلها إيه أول زي جمل، آل يقول، يعني إذا رجع فقلبت الواو ألفا، وانفتح ما قبلها فأصبحت إيه آل، تمام كده. وبعدين إذا الهمز الألف بتاعت آل زي أصلها إيه أأل، يا إما أصلها همزة وقلبت ألف، يا إما أصلها هاء وقلبت ألف، يا إما أصلها واو وقلبت ألف. وقد قال بعض الناس من واو نبدل الواو الكسائي، قال إيه دي أصلها أول من آل يقول، خذها من معناها، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. وبعض قال ده هي أصلها أأل زي أأدم أو أأمن، فقل الهمزة سكنت وقل وقبلها مفتوح فقل حركة مجانسة اللي الألف فأصبحت آل. وبعضهم قال أصلها أهل والهاء والها إيه قلبت إيه همزة، وهكذا يبقى إما همزة إما هاء إما إيه إما واو. وين الفرق بين آل وبين أهل؟ قال لك آل دي لا يضاف إلا لمن له شرف من الذكور العقلاء، فلا يقال آل الإسكاف ليه ها ليس له شرف، ولا يقال آل فاطمة لأنه مش ذكر، ولا يقال آل الحصن لأنه مش عاقل. يبقى ثلاث حاجات، الذكور ذكر له شرف عاقل، فإذا اختلت واحد من الصحابة طب ليه ما يقالش آل مكة؟ يقال أهل مكة، أنت من أهل مكة مش من آل مكة، ليه؟ لأنه هنا مش عقلاء، احنا عاوزين عاقل، لابو لازم يكون شرف الاسكاف عشان ما له شرف. أم اللي في القرآن قال آل فرعون، قال له ده نبي ما له شرف، إنما آل فرعون، وفرعون ده ليه شرف؟ قال لك له شرف عند قومه، مش شرط يكون الشرف عندك أنت، الشرف عند قومه. يبقى لازم آل دي تضاف إلى الذكور ذكر له شرف من العقلاء،
إن اختل واحد يعني لا يقال آل فاطمة لأنها أنثى، ولا آل مكة لأنه غير عاقل، ولا آل الإسكاف لأنه لا شرف له، آله وإيه وصحبه. صحب دي اسم جمع، طب المفرد صار هنا الجمع حروفه أقل من المفرد. صحب جمع إيه؟ صحب دي جمع، وصاحب مفرد، وصاحب هنا إيه رأيك مش معناها صاحب، وإلا كان قلنا إيه صحبه هي جمع مش صاحب بالمعنى العادي، بمعنى صحابي. تمام كده، لانه صحابي دي الياء اللي فيه ده ايه ها صحابي نسب، فننسب الى ايه الى الصحابة، الى انه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم. بعض بعضهم قال سيبويه قال ما ينفعش نجمع ايه ما ينفعش يكون صاحب ده جمع ايه جمع صاحب. قال ليه؟ قال لأن فعلا الصحيح العين لا يجمع على أفعال، صاحب ده والجمع بتاعه ايه صاحب جمعه أصحاب، خلاص كده. وكذلك لا يجمع فاعل على أفعال، فلا يقال صاحب وأصحاب لما عرف. وبعد ذلك قالوا مش جمع، قالوا اسم جمع، يعني هو اسم جمع وليس جمع. وبمعنى الصحابي لأنه أخص، فهو خاص لأصحاب النبي بخلاف الصحابة. إذا ليه احنا قلنا جمع صاحب بمعنى صحابي؟ لأنه هذا مختص بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال على من صاحب غيره الصحابي، إنما يقال صاحب، صاحب فلان. لكن أول صفة الصحابي إذا معناها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المنتسبين إليه مميزين حتى في الاستعمال اللغوي، صاحب عمر، صاحب أبو بكر، صاحب فلان. لأن هل سمعت صحابي فلان؟ لا، إلا لمن كان صحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي تعريف من اجتمع، ده تعريف جميل، اجتمع حصل. خلينا واقفين على تعريف الصحابي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل أفضل صلاة.